قوانين جديدة في كرة القدم، قوانين تعتبر تاريخية في مسار اللعبة. من أبرزها تعديلات شملت ركلة البداية التي اعتدنا أن تتجه دائماً للأمام، إلى أن القانون الجديد يمنح اللاعبين إمكانية لعب الكرة في أي اتجاه. بعد الاستعانة بتقنية خط المرمى، جاء الدور الآن على الاستعانة بالفيديو الذي يهدف لمساعدة الحكام لاتخاذ القرارات الحاسمة بشأن حالات ركلة الترجيح وطرد اللاعبين. أما في حال تدخل لاعب لعرقلة فرصة هدف، فبدلاً من طرده وإيقافه ومنح الفريق الآخر ركلة جزاء، اكتفى القانون الجديد بمنح اللاعب بطاقة صفراء واحتساب ركلة جزاء، واقتصر الطرد على حالات الإيذاء المتعمد. التعديلات شملت أيضاً السماح للاعب المصاب بتلقي العلاج داخل الملعب بدلاً من مغادرته، التي تعطي أفضلية عددية للفريق مرتكب الخطأ. تغييرات شملت كذلك منح الحكم حق طرد اللاعبين في حال حدوث أي مخالفات أو اشتباكات قبل بداية المباراة وخارج أرض الملعب. طريقة تسديد ركلة الجزاء لم تسلم من التعديلات، فلم يعد لدى اللاعب حرية مراوغة حارس المرمى أثناء التسديد، ونص القانون الجديد على إعادة الركلة مرة أخرى.